الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله مولاه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد أيها الأحبة، ودروستني بشهر رمضان جلستي سدادات من شهر رمضان المبارك وفدقي سدادات او كم اذا بشي رمضان دروستي ان قادنا اني او كساب سنات درسي انو مانتا او كساب سنية هاي واسلا فضائل رمضان بشهر رمضان فضل ايلاد هاي وشرفت مسلم كاولاد منك موم كاولاد هاي اي كساب سنية هاي وعير نبينا صلى الله عليه وسلم حديث كأوريي إمام البيهقي وكوريي بإسناد لا بأس به إن شاء الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإنها إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم، نظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمصون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما ثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر لهم جميعا. فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ فقال: لا، ألم ترى إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ليال حديث كان آدي آد كأقيمها بضن أي النبي نوح نوش صلى الله عليه وسلم إنه يري النبي وحال سيي أمدي إذا بشهر رمضان نحرست إلهي فيره. وعن كجرنا الثلث الأول من شهر رمضان المبارك وهو ثلث الرحمة طبنك الرحمة أو هذا سير لما نيسان كتيرنا رحمة إلهي وواسع وبلارنتهي رحمة إلهي عرض وكهر مرتي غضبك إلهي عرض إلهي الرحمة الرحمة وين إن الرحمة وسعت كل شيء.
وحكستن حريست إلهي بكوين عرض إلهي سبحانه وذاتك عرون إيا وقار ذاتك مجرمين تا إيا فسقادة إيا ذاتك أمد لبه ذاتك سوية لكن بشان رمضان أو بركيسا إلهي وان حريستا وشهر الرحمة رحمدنا وحاكم ذا إلهي ذاتك إنو إل قعلتو يكو إيغو إل نحريس إلهي ننك مؤمنك إيه سائمك قبرنا مؤمنات ده سائمة ده عفوا إن إلهي كو إيغو أيا كم ذا وعير النبي بشه رمضان وحالسي أمد ديدا شنسي أو آن لسين أنبياء دي أنيق إيغو هرئيو ummad dan ba lo khaas yeelay oo lagu sharfay oo lagu karaameeyay Allah shantaashay anbiyaadi hore lama sii jirin ummadoodina lama sii jirin laakiin nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayaa lagu sharfay ummadaanuna waxay ku sharafowday nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam nabi maxamed koor ummad waxay ahayd in dhala oo jaahila oo iscunta oo isdulmida oo ninba ninku ku xoog badan yahay uu ma taqaanaa oo wixiisa xoogo jahli iyo dalaal camiyaa in dhala'aana ay ahlu lagu socday waqti wuxuu ahaa carabtii ay gabdhahooda ayakoo nool ay duugu jireen waa jahli waa badownimo qabyaaladda qurunka halkaas ayay ahayd laakiin diinta islaamku markay timid wixii dhan waa laga baxay sharafta nabiga ayaa ilaahay uu ugu sharfay ummadaanu marka waa umma marxuuma ummad loo naxariista weeye naxariista ilaahayna waxaa ka mid ah in bishaan ramadaan ilaahay ummadda u naxariisanayo nebi maxamed sallallahu calayhi wasalama malaayiin iyo mi-aat uluuf ayaa ilaahay oo naarta u waajibta rabbi naarta ka xoreeya nas'alullaaha alcaliyi alqadiir an yajcalana minhum dadkaasa ilaahay naarta ka xoreeya xadiidku macnihiisa markaan u daadegno wuxuu yahay shantii baan tirinaynaa shan bisha ramadaan ay khaas la tahay oo bilaha kale khaas ay kala tahaa jira ilaahay bil kasta waa naxariistaa waa raxiimun bilmu'miniin رحيم بالعباد لكن بشان رمضان شن شيء او بلاها كلا خاص اي كلاتها هاي او امدها كلا امد المسلم اي خاص كلاتها هاي ايا جرتا معايتها هاي شنتو كو وحولي هاي النبي قال صلى الله عليه وسلم درسك هو سواقا لكن اعادة سريعة وحولي هاي بشان رمضان مركز دلاته إلهي سبحانه وتعالى دتك وفيريا نك إلهي او ايغو الرحمة دو كفيريو كو ايغانا إلهي دب مع عذابيو الله بشهر رمضان مركي نلاتو الدوما إلهي كو مسلمين تا هم مؤمنين تا اي متقين تا اي خاشعين تا اي صابرين تا اي توابين تا اي صابرين تا ee mustaqfiriinta intaasoo dhan dadka ka kooban oo aan daalimiinta ahayn oo xanta iyo isku dirka iyo qoriga dabka ay la wareegayaan dadka aan samayn ilaahay wuxuu ku fiiriyaa bisha ramadaan il naxariiseed buu rabbi ku fiiriyaa mar haddii ilaahay il naxariis kugu fiiriyana waa ku dhan tahay dib dambe cadaab iyo balaayo iyo shiddo fi dunyaa wa fil aakhira kama baqaysid إن إلهي إل نحريس لنغو فيريا مركة بشهر رمضان أن كد دالنو إش إلهي وإل رحمدات طبعاً كبش أبوه رئيسنا سيدي النبي قلنا الشيخ شرفت لي النبي الكريم وعير أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار نسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وعير انك الهي ايغو ان رحمه الله كفيريو الهي معذابه وقضب وين وي
dadki hadii maanta la yiraa $1,000,000 $100 maalin kasta ninka la siinaa naxariis u dhimanu ma jirto. Taasaa naxariista ilaahay uga fiicanad moodaa dadka qaarki $200 ninkii la siiya uma naxariista iinima muleya maalin kasta haddii $200 ha la siiyo naxariista ilaahay baa ka weyn, barwaaqada ilaahay baa ka weyn, dambidhaafka ka weyn. Allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira. Waa kii nebigu yidhi noloshan adduunyadu waa daqaa'iq macduuda ayaaman macduudaat, sida ramadaanka ilaahay ku tilmaamay. Qodobka labaad waxa weeyuu yidhi nebigu, oo bisha ramadaan bilaha kale ay kala gaar tahay, nabigeennina nebiyada kale uu kala gaar yahay oo lagu sharfay, waxa weeye fa inna khuluufa afwaahihim, afafyaalkooda waxa ka soo baxaya markay galabtii galabaystaan ologa iyo waxa waaye urka ka soo baxaya ilaahay agtiisa wuxuu kala wanaagsan yahay. atyabu cinda allaahi min riixi lmiski, cadarka ama diibka la yiraahd almiski oo inta yacni diibka oo dhan ugu caraf badan oo ugu wanaagsan oo lagaa soo urinaya meel fog, afkiisa ninkaa dadku ay la yaabayaan ologa iyo waxa xayanyaabada saaran ilaahay agtiisa miskay ka fiican yihiin. Allah, afkiibaa dahaba, afkiibaa miskiya, afkiibaaba wuxuu yahay shay khatara, shay wanaagsan. Afka qur-aanka lagu akhrinayo bisha ramadaan miyaan miski ahayn? Afka xumaanta laga dhowro miyaan miski ka wanaagsanayn? afka xanta iyo balaayada laga dhowro miyaan miski ka wanaagsanayn? Allah, wuxuu yidhi markay galabaystaan afkooda waxaa ka soo baxayaa atyabu cinda allaahi min riixi lmiski. wa ama thaalitha, nambarka saddexaad, fa ina almalaa'ikata tastakfiru lahum fii kulli yowmin waleyla. nambarka saddexaad oo ummaddeennu khaas la tahay bisha ramadaan bilaha kale ay kaga duwan tahay waxaa la yidhaahdaa khasaa'isu shahri ramadaan, khasaa'ista iyo waxyaalaha ramadaanka u gaara oo bilaha kale ay kala sarrayso kuwa kale waxbay la wadaagtaa, aan ayada laled yacni ha wadaagin oo aan bilaha kale shaqo ku lahayn aysan usoo dhowaa karin. Bishaana waa bil cajiiba, yaysan subuq intku dhaafin, guntiga dhiisha laiskaga dhigo, bisha hala dadaalo. Waa noo soo socotaa toobakeenka istikfaarku, mawaadiicu soo socdeen noogu jiraan insha allah. sidaa waxa weeye qodobka saddexaad, malaa'igta u dambi dhaaf dalfaysa hameen iyo maalinba, waagu markuu baryo qoraxdu markay dhacdo iya malaa'igta kuu dambinays. allahuma aqfir lahum, allahuma arxamhum, allahuma caafihim, allahuma akrim nuzulahum. yusabbixuun wayastakfiruuna liladiina aamanuu rabbana wasicta kula shay raxmata wa cilma. maxay leeyihiin? faqfir liladiina taabuu watabacuu sabiilak waqihim cadaab aljaxiim rabbana waadkhilhum jannaati cadnin alatii wacadtahum waman salaxa min aabaa'ihim waazwaajihim waduriyaatihim innaka anta alcasiizu alxakiim. weli waa socotaa, waqihim sayi'aat waman taqi sayi'aati yowmaidin faqad raximtah wadalika huwa alfawzu alcadiim. malaa'igtiibaa nala garabta ayaa waxay nala garab taagantaa istikfaar iyo dambi dhaaf, adigiina waxaad weeye dhulkaad isdhigaysaa, qashin qubkaad rabtaa inaad fariisatid, ilaahayna malaa'igtiisu leh kor u qaada ninkan u dambi dhaaf dalba kaaf iyo kale dheeri. qodobka afraad, ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisuu amrayaa uu leeyahay isqurxi, isisiine, isbaraanbar. caruusad baa tahay waxa isqurxi ayaa rabbi leeyahay. istacidii watazayanii licibaadii awshaka an yastariixuu min tacabi dunya ilaa daari wa karaamati. isqurxi, isdiyaari. jannada aan abuurtaye yaa jannada loo abuuray?
بني آدم كمخلوق إلهي إيه أنك أن كمنا هاي إيه أتكمتهين أي جند الله أبوري الله إسقرحي إسهاجاتي استياري الله أكبر وعوي وحلق يابا أيور النبي وحديث كما كل شيء جاي الطوم ذي ذا سائمين تا إيه صومي بشهر رمضان بقلب سليم قلب وناكسنا كصومي قلبك سليم كا مواضع ذا كلي كشرتا إن شاء الله قلب سليم أو وناكسن كصومي إيه قلب بلاياه أن كصومي حسد حقد إيه حسد إيه قل إيه النميمة إيه وحا ويه ها أن كصومي وعلى غيابا إني أدونك كصو تغان وأدونك لغا صو ترحيلو آخر الله صو ترحيلو ها إنت كتك اللو سو قويو أو لو بكن غريو وآخر أصو صفران أي لغا يابا أو مركا أفكا أي لغا لان أدونك وحي كسا مايستين إسقرحي أو مركا أي تعبك أدون يدي رفاتك بلا يدي عضو ردي إيه كانسركي إيه سنكرتي إيه فشل كلوي إيه وحوي تشلطدي وحاصور لن إني كاستريحاني أبلود هي تشني هي اسقرحي إلهي بأمري الملك العلام فاطر السماوات والأرض إلهي سا تشندي أمري أول ما أيضا قرحونات أي هدين لي هي إسسي قرحي عذرك إيه برافونك إيه أديق إيه وحوي إسسي هقاتي dadku inay ka soo araraan adaabkaas adduunyada ee jannada soo galaan baa laga yaabaa waqtiga marka ninkii bisha ramadaan dhinta oo ahlu tawxiida ahlu salaada ahlu siyaama maxaa leenahay ahlu janna weeye calaa lisaani nabiyina muxamed sallallahu calayhi wasallam wa huwa saadiqu lmasduuq wamaa yandiqu cani lhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ninku gaal maaha waa muslim khaalisa waayahay qodobka noogu dambeeyo shanaad oo karaamada bisha ka mid ah waxa weeye fainahu idaa kaana aakhiru laylatin gufira lahum jamiican hameynka soddonku bishu ay tahay ama sagaal iyo labaatan bisha nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalama ashahru haakada ashahru haakada ashahru haakada sagaal iyo labaatan ama soddon bay noqotaa bishu wax ka hooseeya ma jiraan wax ka siyaadaahna ma jiraan waxa weeye marka hameynka ugu dambeeya waxaa ilaahay bixinayaa jaa'isa alcudma aljaa'isatu alkubra aljaa'isatu alcudma allahu akbar billad sharaf miyaa oran karnaa waa nobel billad sharaf hadaaya ayaa ilaahay bixinaya hameynka ugu dambeeya aan wax la sheegi karin aysan ahayn markaasaa nebigu waxay yidhaah ee saxaabadii nebiga la joogtaa waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah ahiya laylat lqadr hameynkan ilaahay dadkoo dhan muslimiinta dembigooda dhaafayo ma laylat lqadriba markaasuu yihi laa ma aha laylat lqadrku waa gaar cala jam xagga ay dhiga isaga waxa weeye wuxuu yidhi ninku hadduu shaqeeyo shaqaalaha ee shaqada si wacan u dhammaystiro uga soo baxo ninkii cimaaradda ee daarta loo dhisayay wuxuu siiyaa mushqaayaddii iyo heshiiskii waxaan ahayn ayuu ku karaameeyaa uu siiyaa marka tanu waxa weeye leeto qatarkii meel bay noo taale hadhow gaaran ayada ayaa u dhuuqaynaahay gaar baa loo dhuuqayaahe waa karaamo xagga rabbi ka timid weeye darsigeennii maanta jalsadii sideedaad intaasu ku dhanyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akownka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.